السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نتعرفوا على الفولكسفاجن تيروك 2021. غادي نشوفوا الموتوريزاسيون ديالها، لي زوبسيون اللي فيها، بجميع لي زيكيبمون اللي فيها، جميع لي فيرسيون باش كتخرج. كذلك غادي نشوفوا لي بري ديالها. فهاد الفيديو تاع اليوم غادي نشوفوا غير في لا ميزون. اكيد الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديروا تيست درايف ونشوفوا لا بويسونس ونشوفوا ليفيكاسيتي ديال الطوموبيل في الطرقات ان شاء الله. غادي نشوفوا الطوموبيله كامله والموتوريزاسيون ديالها. فولكسفاجن تيروك طوموبيله جديده 2021، كتجي موتوريزاسيون قويه، كتجي 4 سلندر، الفوليم تاع السلندري ديالها 1968 سنتيمتر كوب، كتجي 4 سلندر، لاشوبودين ديالها 143 شوفو اللي كدير 3250 تور بار مينوت، الكوبل ديالها تيوصل 320 نيوتن متر اللي كيدير 1750 تور بار مينوت، ما شاء الله قويه. البورد فيتاس 6 تاع لي رابور تي اس جي، اكيد كتجي اوتوماتيك ما كتجيش مانيال اخوتي. عندك فئة كبيرة ما شاء الله من ناحية ليزيكيبمون، من ناحية ليزوبسيون، كتجيب بوسونس فيسكال ديالها 8 تاع لي شوفو. غادي نشوفو دابا الطوموبيلة من ناحية ليزوبسيون ديالها. فولكسفاجن تيروك موديل جديد 2021، كيف ما كتشوفو من لافاس ديالها، عندك الكابو فيه هاد الخطوط هادو تاع الايروديناميك، الكوتي تكنيك هو انسيابية و لا فيكسيبيليتي تاع الطوموبيل في السرعات الكبيره. كذلك عطاها واحد اللوك رياضيه واغريسيف من لافاس ديالها. لي بروجيكتور ديالها جاوا هنايا فول ليد اليماج اوتوماتيك. كذلك شوفوا هنايا لي فار اونتي بغويه، زائد هاد لاسيليمينوز هنايا عطاتها واحد اللوك سبيسيال. عندك هنايا باغ كرومي داير على الكالندر ديالها، جات هنايا اون باراليل مع ديك لاباغ اللي الفوق وعطاوها واحد اللوك سبيسيال. فيها لي غادا دو ستاسيونمون من القدام ومن اللور، عندك هاد الكالوندر هادي، عندك هاد بارشوك هذا اوفرون باش يدخل لير بكونتيتي كافيه للموتوريزاسيون ديالها. من الكوتي تكنيك هو لو غوفخواديسمون ديال السيستيم تاع الموتوريزاسيون ديالها كامل، باش المهم هادشي فعال بزاف من الكوتي تكنيك. غادي نشوفو لي جونت ديالها، غادي نشوفوها من البروفيل ديالها. عندك لي جونت كيبداو من 17 كيف ما كتشوف هنايا، 5 دوبل برونش جاو اون في. كذلك عندك هنايا لي زيل بومبي، فهمتيني، عطاوها واحد اللوك لي ما شاء الله زوينه. الايروديناميك حاضر، الباد كيس ديالها جا كرومي، كذلك لي غوتخو فيزو غابطه بالالكتريك، كذلك ثوب الباك كامل، لابار كرومي دايره على لي فيتر ديالها، لي فيتر اللورانيين جاو تانتي، تيعطوك البريفايسي توتال في لي باساج اللي تيجلسو في اللور. من الفوق ديالها عندك باغ دو طوا غير كتهز البوا، كتهز البوا ما شاء الله. فوالا ذا شارك. غادي نشوفوها من اللور ديالها. لي فوغوج اغيار هاد الاضاءة الخلفية ديالها جات ليد. كذلك عندك هنايا المونوغرام تاع تيروك، الكروم كاين، كذلك كيفما كتشوفو السيستيم ديكزوست ديالها جا يعني مخبي هنايا، بارشوك ديالها هنايا جا في الكولور تاع الكاروسري، فيها لي غادا من اللور ومن القدام ما شاء الله. الطوموبيلة زوينة. هاش نشوفو الكوفر ديالها، كوفر سهل كيهز 440 إترو، كبير ما شاء الله. عندك لي بونكيت أغيغ غابطة باش تزيد في المساحة تاع التخزين ديالك. كذلك فيها بزاف تاع لي زيسباس كيفما كتشوفو، عندك الرويضات سكور، عندك يعني جميع هاد الباك كاملة هادي تاع السكوريتي إن فوقعات شي حاجة في الطريق لا قدر الله. الطوموبيله من الباب ديالها كيف ما كتشوفوا معايا بلاستيك، هنايا كوير، لي فيتر الكتريك، بواني كرومي، سيستيم سنتراليزاسيون، هنايا انتيغ ديكوراتيف نقدر نقول لك بيانو بلاك، كليراج دومبيونس، كذلك دي زيسباس دو رونجمون، سيستيم سونوريزاسيون. لي سيلغي ديالها كيف ما كتشوفوا من هنايا، لي سيج ديالها جاو اون كوير، جاو فهاد الكومبينيزون تاع لي كولور ريغلابل. تيروك من الداخل ديالها الفولون كيف ما كتشوفو جا على شكل حرف دي، رياضي، 3 برونش، ملتي فونكسيون، باليت بلوس، باليت موان، ما فيهش ليميتور ريغيلاتور دو فيتيس، كوكبيت فيرتويال ديجيتال، عندك ايكرون تاكتيل تاع 10 بوص، ملتي فونكسيون في الكونسول سنترال ديالها ما شاء الله غني، غادي نكتشفوه. عندك الكليماتيزاسيون اوتوماتيك بيزون، عندك ستوب ستارت ايكو ديماراج سون كلي، بوت فيتاس اوتوماتيك دي اس جي 6 تاع لي رابور. الابيتاكل ديالها كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، هاد لانسير ديكوراتيف هكا في شكل زوين، بوطاغون اكليري،
الروتروفيزور انتيريور هاجا فهاد الشكل هكذا، يعني جورينوي. عندك الكليراج اليد مزيان الطوموبيل. فوالا دي سباس دو رونجمون، كوب هولدر هنايا، فرين ما اوتوماتيك، اكودوا سونترال فيه مساحه تخزين اضافيه. اهم الحوايج هما هادو. غادي نشوفو الطوموبيله في ليكرون ديالها. عندك جي بي اس كذلك، عندك يعني تشوف ليطا د فيكول كيف ما كتشوف معايا هنا، ليطا د الطوموبيل، تشوف ليطا د موتوريزاسيون، لي مود درايف كذلك كيف ما كتشوف هنا في كار. فيها بزاف تاع لي زابليكاسيون، سيستيم د سونوريزاسيون، الميديا، تتكونيكتا مع الابل والاندرويد كذلك كيف ما كتشوف هنايا. وفيها الميرور لينك، يعني ما شاء الله الطوموبيله غنيه بزاف تاع لي تاع لي زوبسيون. فولكس فاجن هاد البرودوي هذا نقدر تكون عنده واحد الريبيتاسيون، واحد السمعه كبيره في السوق المغربيه. فوالا اجي نشوفو، كتنتمي لهاد السيب كومباكت لي جوري كارز. فوالا اجي نشوفو الطوموبيله من الكراسي الخلفيه، كادي باساجي تيجلسو في اللور. الطوموبيله من اللور، لي بونكيت اغيا غابطابل باش تزيد في المساحه تاع التخزين ديالك. وجو في هذا اللوك هذا لي كونفورتيبل بسم الله. عندك هنايا تو سورتي تاع الكليماتيزاسيون، جوست على لي بورت تاع اليو اس بي. هاد البون، هاد الجسر تاع ترانسميسيون، نتمنى من الله ما يديرونجيش الشخص اللي جلس هنايا في الوسط. المهم اللي جلس في الوسط انا غادي يصبر شي شويه حقيقه. عندك هنايا كوب هولدر ان فوا جلسوا جوج تاع الناس، هادي جلسوا مرتاحين بزاف اخوتي. عندك ليكليراج، عندك طوا بانوراميك، طوا بانوراميك كبير ما شاء الله. فوالا تيروك فولكس فاجن، انا جالس في المقاعد الخلفيه، انا طويل مازال كاين كاين جالس مرتاح صراحه في هذا الكرسي هذا على الجنب اللي جلست في الوسط. نشوف اللي جلست في الوسط، الا جلست في الوسط كاين شويه. المهم الموتوريزاسيون ديالها كيف ما قلت لكم 143 شوفو، الكوبل ديالها 320 نيوتن متر. هذا اللي شفنا بارابور البوا ديالها، فالطوموبيله بويسون قويه. كذلك زيد عليها لي زيكيبمون اللي وسط الطوموبيل، كا من ناحيه الكوكبيت لي فيرتويال وليكرون تاكتيل اللي كتجي دي بوس، وفيها الميديانا، فيها جي بي اس كذلك، زائد بزاف تاع لي زابليكاسيون تما اللي كتشوف فيهم لي تاع الطوموبيل، لي مود درايف تشوف فيها كذلك، الانترفاس ملتي ميديا ديالها اللي زوينه، كونسول سونترال ديالها اللي فيه بزاف تاع لي زيكيبمون زوينين، وزائد المساحه التخزين اللي فيها بزاف واسعه كبيره. فالطوموبيله عندها في التارغيتين ديالها، في الاستهداف ديالها، واحد الشريحه اجتماعيه كبيره بزاف ومهمه، هي الشباب كذلك، تصلح لجميع الفئات، البنات والدراري. والطوموبيله ما شاء الله طوا بانوراميك ديالها اللي كيخلق واحد لومبيونس زوين وسط الطوموبيل، زائد لي فيتر ديالها اللي جاو تانتي، كتعيش البريفايسي، الخصوصيه التامه في الكراسي في اللور هنايا كادي باساجي. فدابا هادو اهم الحوايج لي من ناحيه سيكوريتي، من ناحيه سيكوريتي فيها لي زيرباك فرونتو لاتيرو، كذلك كونديكتور لي باساجي من القدام ومن اللور، زائد السيستيم د فريناج، جميع الانظمه تاع الفريناج كاينين في الطوموبيل، هذا زوين. الموتوريزاسيون ديالها اللي قويه. غادي نشوفو لي بري ديالها، لي بري ديالها اخوتي، ونشوفو هادشي واش المهم واش الطوموبيله معقوله او لا. لا فولكس فاجن تيروك اخوتي كتخرج بربعه تاع لي فيرسيون، الكونفور، ديزاين، سبور والاكستريم. الاسمنه ديالهم كتبدا ب 27 و 200، ديزاين 29 و 500 درهم. المهم سبور كدير 31 و 200، الاكستريم كتوصل حتى 32 و 900. ف اللي بغاتي معلومه اضافيه فيخليها لي في كومونتير ولا يتواصل معايا، فربي غادي يسر الامور. ونتمنها لاي واحد فيكم. فالطوموبيله ما شاء الله قويه، موتوريزاسيون، دي زوبسيون، ديزاين، انت كذلك واحد السمعه زوينه في الشركه زعما فولكس فاجن، كلشي عارفه الصناعه الالمانيه. فنتمنى لاي واحد فيكم. شكرا، لايك سبسكرايب، تنحييكم بزاف.